الراديو 90 90، هواها مصر. رجعت لكم مرة تانية وهنبدأ مع بعض سوشيال ميديا النجوم الأولى وأول أخبار سوشيال ميديا للفنانين. هبدأ معاكم بالهضبة عمرو دياب. عمرو دياب نازل فيديو لابنه عبدالله من مدينة سان بطرسبرغ الروسية وهو بيستعد لحضور ماتش مصر وروسيا بكرة بإذن الله. معروف طبعا أن عمرو سافر امبارح روسيا مع دينا شربيني وشوية من صحابهم ونزلوا صور ليهم حتى من المطار. غادة عبد الرازق بقى نزلت عدد من الصور والفيديوهات ليها مع بنتها روتانا وحفيدتها خديجة في لبنان، وكل مكان بتروح فيه بيكون معاها علم مصر وبتدعو الشعب اللبناني لتشجيع المنتخب في المونديال. هدى المفتي بقى كانت حريصة الحقيقة على أنها تشكر جمهورها على الفيسبوك بعد ما أشادوا بدورها في مسلسل لدينا أقوال أخرى مع يسرى في رمضان اللي فات. أصالة بقى نزلت فيديو ليها من كواليس تسجيل أغنية جديدة ليها اسمها كلمة عادية، المفروض طبعا أنها هتنزلها خلال الأيام اللي جاية بإذن الله. أما سيرين عبد النور فنزلت فيديو لجوزها وهو متضايق كده، عليه علامات الحزن والغضب كده من تعادل فريق البرازيل امبارح قدام سويسرا في كأس العالم. نيلي كريم بقى نزلت فيديو ليها وهي بتسجل أغنية جديدة منتخب مع هاني عادل طبعا عدو فريق وسط البلد. أما نانسي عجرم فنزلت صورة ليها مع بطلة حريم السلطان مريم أوزرلي وكتبت عليها مع السلطانة هويام. ده بالنسبة للسوشيال ميديا النجوم الأولى. لسه في أخبار تانية هقول لكم عليها، خليكم تابعين.